Eurogenital signs, and that usually during the development it takes about at 20 weeks, about 90% of amoebic is responsible for most of the cases which might then detect the sign of the intrauterine bile, and we can interfere sometimes between the cortex and the medulla. اليوم يعتبر من أهم الأحداث الطبية اللي تعنى بهم وزارة الصحة في كل عام من خلال اللجنة العليا للكلى والدكتورة ماجدة سنوسي مشكورة على تنظيم وإحياء هذا اليوم دعما منها وتسليطا لضوء لمرضى الكلى ومحاولة تقديم أكبر عون ومساعدة ليهم وباعتبارهم شريحة هامة في المجتمع ويحتاجوا مننا إلى الدعم والرعاية الطبية وتقديم أفضل ما يمكن ومواكبة العالم من خلال هذه المؤتمرات والمعارض الطبية أحدث تقنيات وأحدث ما توصل العلم لتقديم أفضل الخدمات الطبية لرفع أولا أو تقديم أفضل الخدمات الطبية يعني لدعم حالتهم الصحية وكذلك الوقاية من هذا المرض وهذا اللي تسعى ليه اللجنة العليا للكلى من خلال الحملات التوعوية اللي تقوم بها. Time after birth, about 6 months was chronic problem later on. شاركنا اليوم في اليوم العالمي للكلى بمحاضرة عن تشخيص التشوهات الخلقية اللي تحدث أثناء الحمل وكيفية تشخيصها وإعطاء النصيحة للأهل عما يجب القيام به في بعد الولادة وأحيانا إذا كان في إمكانيات طبية أن نتدخل حتى أثناء الحمل لعلاج بعض هذه التشوهات وهذا طبعا حيقلل من احتمال أن يخش المريض هذا في فشل كلوي أو في مضاعفات نتيجة هذه التشوهات. كان لي شرف كبير باش نشارك في تقديم اختراع جديد في ميدان تنقية الدم وهذا خاص بمرضى اللي يمنع منعا طبيا استعمال المواد مد السيولة كما الهيبارين. الحقيقة الملاحظة الكبيرة وأني نحب الملاحظة الأولى نلاحظ أنه هناك نجاح كبير لهذا الملتقى الطبي العلمي. كان العنصر النسائي متفوق جدا سواء كان من الناحية التنظيمية أو من الناحية العلمية والأكاديمية ومسرور جدا ونكرر شكري لهذا المستوى العالي وخاصة إلى حسن الضيافة. Of the kidney and the amniotic fluid and genetic.